أهلا بحضراتكم، وتحية في بداية هذه الفترة اليومية المفتوحة والتي نخصصها لأبرز المستجدات على الساحة. ونتحدث عن زيارة بايدن الرئيس الأمريكي، حيث يبدأ جولة شرق أوسطية يستهلها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث سيعقد محادثات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين قبل أن يتوجه إلى المملكة العربية السعودية. في أول زيارة له بمنطقة الشرق الأوسط منذ تواليه مقاليد السلطة في البيت الأبيض، يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة مهمة إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والسعودية. فمع زيادة تمدد الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية، ستكون القضية الفلسطينية أبرز محاور لقاء بايدن مع يائير لبيد الذي تولى مؤخرا رئاسة حكومة تسيير الأعمال خلفا لليمني نفتالي بينيت لحين إجراء الانتخابات في شهر أكتوبر المقبل، خاصة مع وجود مطالب فلسطينية وعربية بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان وبدء عملية سياسية مثمرة. ويعد ملف الطاقة من أبرز الملفات المطروحة للنقاش خلال جولة بايدن الشرق أوسطية، خاصة في وقت تكافح فيه الإدارة الأمريكية في الداخل لخفض أسعار البنزين التي تسببت في انخفاض معدلات التأييد له. حيث قال جاك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض إن بايدن سينقل وجهة نظره لقادة المنطقة بأن هناك حاجة إلى معروض جاف في السوق العالمية لحماية الاقتصاد العالمية ولحماية المستهلك الأمريكي في محطات الوقود. الأمن الإقليمي وخاصة ملف برنامج إيران النووي والتي تخوض معها واشنطن مفاوضات غير مباشرة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 سيتصدر أيضا القمة العربية الأمريكية، وكذلك دعم الشراكة الاستراتيجية بين السعودية ودول المنطقة من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى سيكون لها نصيب كبير في مباحثات القمة التي تعقد في وقت بالغ الحساسية على خلفية الحرب في أوكرانيا وما تبعه من تداعيات أمنية واقتصادية شديدة الصعوبة على دول العالم. مزيد من المتابعة دكتور أحمد فؤاد، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة الإسكندرية. دكتور أحمد تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا بسيادتك المشاهدين. انقسمت الآراء حول الفائدة من هذه الزيارة وأهميتها، كيف تقرأها؟ يعني في الواقع هذه زيارة مهمة العاشرة لبايدن للجانب الإسرائيلي، لكنها الأولى لإسرائيل وهو رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، والأولى بالطبع أيضا للمنطقة في وقت شديد الارتباك من ناحية الأزمة الأوكرانية وتبعاتها الاقتصادية، ومن ناحية التحديات الإقليمية المتمثلة في إيران وحلفائها أو أزواجها. فبالتالي هذه الزيارة تكتسب أيضا أهمية بشأن حل الدولتين، لأن حل الدولتين كان تعرض إلى عثرة كبيرة حينما قال ترامب أنه ليس ملزما هذا الحل، هناك مسارات أخرى يمكن دراستها أو التعويل عليها. لذلك عودة بايدن إلى هذا المسار والتأكيد عليه مهم، أيضا التواصل المباشر مع الرئيس أبو مازن مهم، حتى ولو كان ذلك من خلال زيارة غير متوازنة في عدد الساعات المخصصة للجانب الفلسطيني. لاحظ سيادتك أن يوم 13 النهاردة يصل الرئيس بايدن، يوم 14 غدا الخميس مخصص لإسرائيل، يوم الجمعة مخصص للجانب الفلسطيني، هذا على الورق، إنما في الواقع خصص الجانب الإسرائيلي حوالي 39 ساعة مقابل ساعتين فقط للجانب الفلسطيني. هذا يعني إن الجانب الأمريكي راعي منحاز أو وسيط منحاز، لكن يجب علينا التعامل مع هذا الوضع. التعامل مع هذا الواقع هو ما نعيشه على مدار سنوات طويلة جدا، فقط الخمسين عام أو أكثر من وسيط متحيز. هل تعتقد أنه سيكون في جعبة بايدن أي جديد للتعامل على الأرض لإحياء العملية التفاوضية لتقديم أي يعني حوافز للجانبين لبدء في المفاوضات من جديد أم لا؟ يعني في الواقع الترتيبات تعد شبه نهائية ولا توجد مفاجآت متوقعة في هذا المضمار، سوى الحديث عن
تصريح مشترك بين الرئيس أبو مازن وبين رئيس بايدن بخصوص القدس. هنا الخلاف حول حرف هو يتحدث عن دعم لقيام دولة فلسطينية وعاصمتها في القدس الشرقية وليس عاصمتها القدس الشرقية، هذا محل خلاف. غير ذلك الأمور بروتوكولية. هناك نقطة خلاف أخرى متمثلة في الزيارة السريعة لمستشفى فلسطيني في القدس الشرقية، يريد الجانب الإسرائيلي أن يضغط حتى في الساعتين المخصصتين للجانب الفلسطيني، ويصاحب الرئيس بايدن في هذه الزيارة للقدس الشرقية وزير الصحة الإسرائيلي، وهذا نوع من الاستفزاز وفيه رفض كبير وقد يفجر أزمة كبرى أعتقد أنه لن يتم. هذه أمور يعني تفصيلية فنية، إنما في المجمل هذه الزيارة تحاول تحريك المشهد المتجمد، خروج من المستنقع، تطمين حلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة بأن الأمور تسير على ما يرام، وأن الفراغ لن يحدث في الشرق الأوسط بسبب الاهتمام بالأزمة في الشرق الأوسط. يعني العودة لهذا الملف الذي ترك كثيرا من قبل الإدارة الأمريكية ويعني تدهور من قبل الإدارة الأمريكية السابقة، هل بتعتقد أنه إشارة ما بأن الولايات المتحدة لا تزال هي اللاعب الأهم والأكبر والأبرز على الساحة حتى ولو أتى بايدن بلا أي جديد؟ هي طبعا محنكة في هذا الملف وهي لها مصالح في هذا الإطار ولا يمكن أن تتخلى عنه، بالتالي هي لاعب أساسي وشريك أساسي في هذه المعادلة المعقدة. وإحنا نعول أيضا على التركيبة الجديدة في الحكومة الإسرائيلية. صحيح بايدن هيلتقي أيضا نتنياهو وليس فقط رئيس الوزراء الحالي والوزراء الحاليين، لكن في الواقع التركيبة الحالية ترتكز على جانتس كوزير للدفاع، وهذا التقى بأبو مازن وله جولات تفاوضية معه تفصيلية، وأيضا يائير لبيد وهو أيضا يميل للمعسكر الذي يمكن أن يتعاون مع اليسار وأن يعيد إحياء مسيرة السلام. أشكرك شكر جزيل دكتور أحمد فؤاد أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة الإسكندرية، شكرا ليك شكر جزيل. متابعة أكثر بينضم إلي دكتور أحمد سيد أحمد الخبير في الشؤون الدولية. دكتور أحمد تحياتي لحضرتك. أهلا بك يا فندم. لماذا العودة لهذا الملف الذي ترك كثيرا من قبل الإدارة الأمريكية والإدارات السابقة أيضا في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني في الواقع أن ملف عملية السلام وملف القضية الفلسطينية هو موضوع دائما يعني قديم جديد مطروح في كل الأوقات وفي كل الملفات، تارة يخبو وتارة يعني يظهر وفقا للأحداث وفقا للارتباطات. يعني الحدث المهم هو زيارة الرئيس بايدن إلى المنطقة الشرق الأوسط إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وسيلتقي المسؤولين الإسرائيليين وأيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن. وبالطبع من الطبيعة أن يكون هناك إثارة لموضوع الدولة الفلسطينية وموضوع حل الدولتين، لكن يظل دائما السؤال التقليدي والسؤال الذي يطرح في كل وقت وفي كل توقيت دون أن تكون هناك إجابة محددة وواضحة عليه، هو كيف يمكن تنفيذ حل الدولتين من قبل الإدارة الأمريكية، خاصة أن الرئيس بايدن عندما جاء إلى السفن في أمريكا يعني جاء بخطاب يعني بدأ إيجابيا بالنسبة للقضية الفلسطينية، وبدأ يعني في تراجع كبير عن السياسات والخطوات التي اتخذها الرئيس ترامب في فترته والتي بدت أنها كانت أكثر انحيازا لإسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية والشعب الفلسطيني. ويعني أظهر الرئيس بايدن يعني رغبة في تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين بعد خطوات مثل استئناف المساعدات الاقتصادية لوكالة الغوص وتجديد اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وغيرها من الخطوات التي يعني بدت وكأن هناك يعني نهجا أمريكيا جديدا. ورجل أشار إلى أهمية أن يعيش الفلسطينيون بكرامة واستقلالية الجوار إسرائيل وتحدث عن حل الدولتين، لكن بعد مضي يعني عام ونصف وأكثر من ذلك لم يتم ترجمة هذه الخطوة وهذه الرؤية الأمريكية إلى خطوات على أرض الواقع لأسباب عديدة، منها أنها دائما ترتطم بالتعنت الإسرائيلي وربط
تقديم اي تنازلات في عمليه السلام، والامر الاخر الانشغال بملفات اخرى مثل الحرب الاوكرانيه وغيرها من الملفات، واعاده يعني تموضع الاداره الامريكيه وانسحابها من الشرق الاوسط. لكن مع هذه الزياره ربما تثار مره اخرى قضيه القضيه الفلسطينيه وقضيه حل الدولتين. عندما تثار هذه القضية يكون هناك مقترحات ما، يعني عندما يتم التعامل مع رأس الدولة الأمريكية أكبر دولة في العالم واللاعب الرئيسي في هذه القضية المستمرة على مدار السنوات، بالتالي يجب أن يكون في جعبة رئيس الأمريكي جديد، ولكن أغلب المحللين يقولون أنه لا يوجد أي جديد لدى الرئيس الأمريكي يقدمه لإعطاء يعني إشارة البدء في المفاوضات مرة ثانية وإعادة إحيائها لأنها ماتت إكلينيكيا كما قال المحللون. كيف هل توافق بداية على هذا الطرح انه لا يوجد جديد سياتي به بايدن، ام ستكون هناك مفاجاه ما ويكون هناك جديد على صعيد المفاوضات تحديدا؟ يعني القضيه الفلسطينيه هي يعني دائما يعني نستنسخ او نكرر التجارب الماضيه، يعني ما قام به الرئيس بايدن او سيكون به قام به كل الرؤساء الامريكيين بوش الابن واوباما وحتى الرئيس ترامب والرئيس جورج بوش الاب، يعني الحديث عن حل الدولتين، رغبه في تحقيق السلام، تحقيق الاستقرار في المنطقه، كل هذه الخطاب لن يترجم عمليا على ارض الواقع الى خطوات ملموسه يعني تنهي هذه القضيه وتقيم سلام عادل ودائم وفقا للشرائع الدوليه. دوله فلسطينيه 67 وعاصمتها القدس الشرقيه تعيش الى جوانب اسرائيل، هذا هو السلام على الطريقه الشامله الطريقه العادله. لكن تظل دائما كل الرؤى والاطروحات والمبادرات والافكار والتحركات الامريكيه وغيرها تتحطم دائما على امرين، الامر الاول هو يعني التعنت لاسرائيل ورفض اسرائيل لتقديم اي تنازلات، ويعني يعني استبعاد حتى موضوع القدس واعتبر انها عاصمه ابديه لاسرائيل، وكرست امريكا هذا المفهوم، وبالتالي ماذا ستفاوض الفلسطينيون؟ اي مفهوم الدوله الفلسطينيه؟ هل السلام على الطريقه الاسرائيليه ومع الرؤيه الامريكيه ام على الطريقه الشرعيه؟ الطريقه الاسرائيليه تقول استبعاد القدس مجرد دوله فلسطينيه كانتونات في الضفه وغزه، مجرد تقديم مساعدات فقط، وبالتالي هذا لن يقبل به الفلسطينيون. القدس هي عاصمه الدوله الفلسطينيه وفقا للقرارات الدوليه، الاماكن المقدسه تهم العرب والمسلمين وايضا المسيحيين، وبالتالي هنا تظل هذا اللغم، هل اسرائيل مستعده ان تتنازل عن القدس وتتخلى عن مفهوم الدوله القدس الموحده؟ هل امريكا ايضا يمكن ان تضغط على اسرائيل لتحقيق سلام عادل وشامل وفقا لقانون الشرائع الدوليه؟ باعتقادي ان 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 الاشكاليه هي ان الرؤيه الامريكيه تتحدث عن السلام، عن دوله، لكن اي مفهوم هذه الدوله؟ حتى الان امريكا تنحاز الى الرؤيه الاسرائيليه، وبالتالي تمام. لكن هناك مثلا طلبات محدده، السلطه الفلسطينيه مثلا بتطلب من الاداره الامريكيه اعاده فتح القنصليه الامريكيه في القدس الشريف، هل تعتقد انه بايدن سيستجيب؟ انا في اعتقادي موضوع فتح القنصليه ربما تبقى خطوه رمزيه، يعني هو الرجل بالفعل يعني عاد مكتب منظمه التحرير الفلسطينيه في واشنطن فتحي بعد ان اغلقه الرئيس ترامب، عاد الاتصالات مع السلطه الفلسطينيه، القنصليه تقع في القدس الشرقيه لحدودها مع القدس الغربيه. انا في اعتقاد ايضا ربما يعني سيتم بعض الخطوات ربما التكتيكيه مثل تخفيف المعاناه على الفلسطينيين، يعني اسرائيل اعلنت عن او رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لبيد اعلن عن تجنيد يعني بناء 2000 مستوطنه في القدس والضفه الغربيه بمناسبه الزياره، يعني فتح بعض الرخص لبناء الفلسطينيين المنازل في الضفه الغربيه، فتح بعض المعابر، يعني كلها تاتي في اجراءات تخفيف المعاناه للزياره، لكن تظل القضيه الاساسيه هي كيف يمكن تحقيق سلام عادل وشامل يحقق السلام الدائم يضمن مصالح جميع الشعوب جميع الدول. هذا لن يتحقق الا بدوله فلسطينيه مستقله عاصمتها القدس الشرقيه لحد 67، وما دون ذلك ستظل الاداره الامريكيه بخطاب دائما الاداره الامريكيه يعني بعض التنازلات تقديم المساعدات، لكن امريكا ليس لديها الرغبه ربما ليس لديها ايضا القدره على ان تضغط على الجانب الاسرائيلي وان تقوم بتقديم تنازلات حقيقيه يعني تنهي هذا الملف وتنجز عمليه السلام، خاصه في ظل وجود حدث اضطراب سياسي في اسرائيل مع استقاله الحكومه مع هذه المرحله الانتقاليه وانتخابات مبكره، وبالتالي لا يمكن الحديث عن عمليه سلام حقيقي شامله او دائمه في هذه الفتره. هناك حدث بارز آخر في هذه الزيارة وهو القمة العربية الأمريكية اللي ستعقد في أثناء الزيارة للمملكة العربية السعودية، هل الاستباق لزيارة الأراضي الفلسطينية يجعلنا نعتقد أنها ستكون مطروحة على مائدة المفاوضات بالرغم من يعني وجود ملفات عديدة اقتصادية وأزمات والتعامل مع حرب في أوكرانيا يعني ستأخذ الأولوية للأسف في هذه المفاوضات أو في هذه القمة بشكل كبير؟
يعني هناك عديد من الملفات كثيرة في القمة العربية الأمريكية الخليجية في جدة بالرياض، يعني ملفات كثيرة، أمن الطاقة، ملفات بعض القضايا في المنطقة، الوضع في اليمن، يعني الاستقرار الإقليمي، هناك ملفات تداعيات الحرب الأوكرانية وكيفية مواجهتها. لكن أنا في اعتقادي أن الرسالة العربية الأساسية أو الأولى في هذه القمة أعتقد أنها ستكون الرئيس بايدن بضرورة حل القضية الفلسطينية، بضرورة إنهاء هذا النزاع التاريخي، لأنه يتظل هي المفتاح لكل المشكلات في المنطقة، هي مفتاح الأمن والاستقرار. وأنه طالما ظل هناك احتلال وطالما ظل ارتهاج عادل وشامل لهذه القضية، ستظل المنطقة تعاني من حالة من عدم الاستقرار، ولا يصب في مصلحة أي طرف بما فيها حتى المصالح الأمريكية. ولذلك أعتقد أن الرئيس بايدن سيستمع جيدا من الرئيس أبو مازن ثم في القمة العربية الأمريكية الخليجية إلى ضرورة أن يكون هناك تحرك أمريكي فاعل، باعتبار أن أمريكا هي الطرف الراعي لعملية السلام أولا، وهو الطرف القادر على اتخاذ خطوات والضغط على الجانب الإسرائيلي لتحريك هذا الملف المهم الذي يعني يمثل غيابه مشكلة أو يعني تحديا كبيرا للمنطقة. وأعتقد أن هنا الرؤية المصرية والرؤية العربية دائما بضرورة حل القضية الفلسطينية باعتبار أنه مدخل للاستقرار في المنطقة. أشكرك شكر جزيل دكتور أحمد سيد أحمد الخبير في الشؤون الدولية، بينضم إلي دكتور أيمن سمير خبير في العلاقات الدولية. دكتور أيمن أهلا بحضرتك. أهلا بكم وأهلا بكل السادة المشاهدين. الولايات المتحدة الأمريكية بتواجه أزمة عالمية كبيرة، والتعامل مع ما يحدث في أوكرانيا بيشغل الجميع، ولم تقدم جديد منذ فترة طويلة جدا للقضية الفلسطينية، بل على العكس يعني تصرفات ترامب كانت ضارة لها. سبب هذه الزيارة في هذا التوقيت للأراضي الفلسطينية المحتلة؟ في تقديري هذه الزيارة لها أكثر من سبب. السبب الأول لها علاقة بالداخل الأمريكي. كما تعلمين الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة على انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر القادم، وأصدقاء إسرائيل تحديدا في منظمة الإيباك وغيرها والممولين للحزب الديمقراطي، كل هؤلاء يحتاج إليهم الرئيس جو بايدن في الانتخابات، ويحتاج إليها الديمقراطيين. الأمر الآخر، كان هناك يعني قصة رائجة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية بأن دونالد ترامب قدم لإسرائيل أكثر من الديمقراطيين وأكثر من رئيس جو بايدن. لذلك حاول الرئيس جو بايدن والحزب الديمقراطي أن يقوم جو بايدن بهذه الزيارة، ويعلن عن مجموعة من العناصر، مجموعة من الأسباب يقول فيها أو يقول من خلالها أنه لا يقل دعما لإسرائيل عن سلفه دونالد ترامب. لذلك سوف يعلن في ما يسمى ببيان القدس بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي. هذا البيان سوف يتضمن لأول مرة الإعلان عن 4 مليارات دولار كدعم أمريكي لإسرائيل، وهذا أكبر دعم سنوي تقدمه أي حكومة أمريكية من قبل لإسرائيل. كانت معروف أن الدعم الأمريكي بيتراوح ما بين 1.3 و1.1 إلى 3.2 مليار دولار سنويا. أيضا سوف يزور رئيس بايدن يعني منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، والآن تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لشراء هذه القبة التي تتكلف مليارات الدولارات، وبالتالي شراء الولايات المتحدة الأمريكية لهذه القبة الحديدية هو دعم أولا لها من الناحية الأمنية، لكنها أيضا دعم من الناحية الاقتصادية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تكون شريكة في إنتاج هذه القبة الجديدة. طبعا أتفق مع الطرح الذي يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني لم تقدم شيئا للفلسطينيين. نتذكر آخر مفاوضات جرت بين الفلسطينيين والإسرائيليين واستمرت ل9 شهور وفشلت في النهاية كانت في أبريل عام 2015. نحن نتحدث عن 7 سنوات كاملة لم يلتقي فيها الإسرائيليين والفلسطينيين على مائدة التفاوض. هذا نتيجة لأن الولايات المتحدة الأمريكية إما كانت منشغلة أو غير مقتنعة بهذه المسار المفاوضات. الرئيس جو بايدن يتحدث عن حل الدولتين ويتحدث عنه ليل نهار منذ أن كان مرشحا للانتخابات الرئاسية، لكن في الواقع هو لا يملك لا القدرات ولا الوقت لدفع بمسار المفاوضات ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين. لماذا؟
ربما نتحدث عن الانتخابات المقبلة بعد 4 شهور فقط في نوفمبر. بعد ذلك يتوقع أن الكونغرس سوف تتغير تشكيلته، بمعنى أن يكون هناك أغلبية جمهورية ويصبح الرئيس بايدن بطة عرجاء في البيت الأبيض، لا يستطيع تمرير القوانين في الكونغرس، وسوف ينشغل بعد ذلك في انتخابات 2024. وهناك تقديرات تقول أن الرئيس جو بايدن نفسه ربما لن يترشح فيها. لذلك فكرة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أنا في تقديري ليست في المدى المتوسط ولا حتى في المدى القريب. لكن كل ما يمكن أن يقوم به الرئيس جو بايدن هو القيام بمجموعة من الخطوات الرمزية التي يقول من خلالها أنه قريب من الطرفين. في هذه الزيارة مثلا سوف يزور رام الله، سوف يزور رئيس أبو مازن كما يزور إسرائيل. لأول مرة في هذه الزيارة أيضا سوف يزور القدس الشرقية، وهي لأول مرة رئيس في السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية يزور القدس الشرقية. أيضا سوف يعلن عن حوالي 500 مليون دولار دعم للفلسطينيين، سواء دعم للسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل مباشر أو دعم لمنظمة الأونروا تحديدا في العمل في قطاع غزة بشكل خاص. يتحدث الرئيس جو بايدن أيضا أنه يعني لعب دورا كبيرا في وقف الحرب التي اندلعت في شهر مايو 2021 ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وبالتالي هي خطوات رمزية. لكن حتى بعض الخطوات التي أعلنت من قبل لم يستطع الرئيس جو بايدن القيام بها. مثلا هو تحدث عن فتح قنصلية للفلسطينيين في القدس الشرقية وهذا لم يحدث. هو كان طلب أصلا من السلطة الفلسطينية في إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشريف يعني، والاستجابة كانت أو إذا استجاب هتكون دليل على العديد من الأشياء. أنت تعتقد أنه لن يستجيب لهذا الطلب؟ أنا في تقديري سوف يقول حتى نهاية مدته سوف يقول أنه ملتزم بهذه الخطوة لكنه لن يقدم عليها. هذه هي سياسة الديمقراطيين، يقولوا وعود ويروجوا لوعود لكن في النهاية لا ينفذوها. أيضا هناك طلب فلسطيني مهم برفع منظمة التحرير الفلسطينية من أو إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وهذا أيضا تعهد به الحزب الديمقراطي ورئيس جو بايدن وأيضا لم يحدث. لذلك أنا في تقديري الخطوات هي خطوات يعني رمزية، خطوات بسيطة للغاية لكنها لا تقدم للفلسطينيين شيئا، لكنها تكرس السيطرة الإسرائيلية والاستيطان الإسرائيلي. مثلا كان بالأمس يفترض أن الحكومة الإسرائيلية تقوم ب يعني تثبيت أو الإعلان عن حوالي 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، لكنها قالت أنها لن تعلن عنها في الوقت الحالي وسوف تثبتها في الكنيست بعد زيارة جو بايدن في الأسبوع القادم. هذا تلاعب أنا في تقديري بمصير الشعب الفلسطيني ومصير القضية الفلسطينية، أن المستوطنات تستمر كما هي والرئيس جو بايدن لم يتخذ خطوة واحدة لوقف الاستيطان. ووصل عدد المستوطنين الآن في الضفة الغربية إلى حوالي 600 ألف مستوطن، وفي أهم المناطق التي يفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية تحديدا في غور الأردن وحول القدس وفي الضفة الغربية. أنا أشكرك شكرا جزيلا على التواجد معي وعلى هذه التوضيحات دكتور أيمن سمير الخبير في العلاقات الدولية. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل زعيم تنظيم داعش في سوريا ماهر العقال في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أمريكية. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية البنتاغون أنه تم استهداف العقال والذي يعد واحد من أكبر 5 لقادة التنظيم أثناء ركوبه لدراجة نارية بالقرب من بلدة جندريس في سوريا، وأصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة. عبر الهاتف بينضم إلي الأستاذ محمد ربيع الديهي الباحث في الشؤون الدولية. أستاذ محمد أهلا بك. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين يا فندم. بداية تم أو لا أحد يستطيع أن ينكر عن تراجع التواجد الداعشي داخل سوريا، وما كان موجودا من أداء على الأرض لم يعد. ما الهدف من الاستهداف الذي حدث في بالأمس؟ يعني لا شك أن استهداف الأمس يأتي في إطار جهود التحالف الدولي لمواجهة
داعش، ولكن هذا الاستهداف أيضا يجب أن نعلم أنه جاء في سياق مجموعة من التطورات الدولية المهمة والإقليمية. أيضا أولى هذه التطورات هو زيارة، أو أهم هذه التطورات هي زيارة بايدن إلى المنطقة، وهذه الزيارة كان لابد أن يكون للولايات المتحدة، أو أن تتحدث الولايات المتحدة عن أنها ما زالت موجودة في الدفاع وعن تأمين بعض الأماكن ومحاربة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن هناك حديث كبير جدا حول تراجع القوات الأمريكية وعن تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن مهامها في محاربة الإرهاب في المنطقة تحديدا، بدءا من الانسحاب من أفغانستان مرورا بالانسحاب من العراق وغيرها من الأماكن. إضافة إلى ذلك التطورات الدولية الأهم والأزمة الأوكرانية التي تلقي بظلالها على العديد من القضايا والإشكاليات الدولية. وربما كانت التقارير الدولية تتحدث عن احتمالات تصاعد الإرهاب وغيره في المنطقة نتيجة هذه الأزمة أو خلال هذا العام، خاصة أن الأطراف الدولية منشغلة بصورة كبيرة جدا بالأزمة الروسية الأوكرانية. كل هذه الأمور وغيره كانت دافع لإزداد وجود أو قدرة الولايات المتحدة على أنها ما زالت متواجدة في منطقة الشرق الأوسط وما زالت تحارب الإرهاب الداعشي الذي ربما أضر بكثير من دول المنطقة والعالم أيضا، وطال يعني العديد من دول العالم والدول الأوروبية بصورة كبيرة. التعامل مع المساعدات التي أقرت من قبل الأمم المتحدة، وكان هناك خلاف حولها للوصول هذه المساعدات إلى سوريا، كان للجانبين وجهة نظر، هو بالنسبة للنظام الخوف من وصول هذه المساعدات للجماعات المتطرفة، والمجتمع الدولي يخشى من حصول النظام على هذه المساعدات. هل بتعتقد أنه داعش هي المستفيد من هذه المساعدات بشكل أو بآخر، أم هي تصل بالفعل فعل لمستحقيها، ونحن نتكلم عن الملايين من السوريين؟ يعني فكرة أن تصل المساعدات إلى مستحقيها بنسبة 100% باعتقادي هو أمر صعب جدا للغاية، يعني ربما تصل بنسبة أقل من 100%، ولكن في النهاية هي تحقق الهدف المرجو منها وهو الوصول إلى يعني مستحقيها الحقيقيين. باعتقادي أن داعش بدأ في تراجع كبير جدا منذ مقتل أبو بكر البغدادي ومرورا بالقيادات الداعشية، يعني تقريبا بين مقتل القيادي الأخير أو قائد التنظيم الأخير والسابق 5 أشهر أو لن يتجاوز 5 أشهر، وهذا دليل قوي على ضعف النظام وعدم التنظيم الإرهابي وعدم قدرته على مواجهة أو على الوجود في الأراضي السورية أو في سوريا والعراق. إضافة إلى ذلك النظام السوري أيضا لديه كثير من المشكلات ويحاول أن يحلها أو يقدم حتى هذه المساعدات إلى المواطنين السوريين الذين أيضا يعانون في الداخل السوري. فكرة أن تصل المساعدات إلى مستحقيها، أعتقد هناك أنظمة وهناك أشكال معينة وأطر معينة يتم إيصال بها هذه المساعدات إلى من يستحق عبرها، وهناك آليات للتمكن من أن تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها، سواء كنا نتحدث في سوريا أو في أي دولة أخرى. هل بتعتقد أنه التعامل مع تنظيم داعش سيستمر لفترة طويلة، أم نحن نتعامل مع ما يمكن أن نطلق عليه فلول لهذا التنظيم بلا تشكيل خطورة حقيقية؟ قد تشكل خطورة وقتية ولكن ليس بالشكل التنظيمي الواضح اللي كان موجود. لا أعتقد أن التنظيم الداعشي لم يعد كما كان في السابق، وأن هناك تغيرات في شكل التنظيم، يعني التنظيم الذي شاهدناه في عام 2015 لم يكن هو التنظيم الذي نشاهده الآن، يعني البقايا منه قليلة جدا في سوريا وفي العراق، وبدأ ينتقل إلى أماكن أخرى، وبدأ التنظيم يغير من استراتيجيته ويتوسع في دول أخرى أو ولايات أخرى لإعادة تنظيم نفسه وهيكلة نفسه من جديد، ثم العودة مرة أخرى لأماكن أو تكوين دولة جديدة في أماكن أخرى. شاهدنا ولاية خراسان في أفغانستان، شاهدنا غيرها من الأمور، شاهدنا انتقاله حتى إلى بعض الدول في أفريقيا وغيره. لذلك هذا التنظيم ربما هو ما يتبقى منه في سوريا هو عدد قليل جدا للغاية، خاصة أن التنظيم الإرهابي تلقى ضربات موجعة من التحالف الدولي، من قوات النظام السوري، من حتى روسيا التي تدخلت
السوري لمواجهة الإرهاب والعنف الذي كان يطول الدولة السورية. أشكرك على التواجد معي الأستاذ محمد ربيع الديهي الباحث في الشؤون الدولية. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الجولة التحليلية لأهم وأبرز الأحداث، منها جولة بايدن الشرق أوسطية الأولى منذ توليه الحكم. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.